مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجرات. أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كانا أنه قد تم تسجيل 35 ألف لاجئ من أوكرانيا في النمسا حتى الآن، وأن فترة التسجيل لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، مشيرا إلى أن عملية التسجيل أبلى فيها رجال الشرطة بلاء حسنا وتمت في أجواء من التعاطف والمهنية معا. وقد ذكر الوزير أن 225 وحدة تسجيل متاحة الآن في جميع أنحاء النمسا، تشمل قارئ آلي لجواز السفر وماسح ضوئي لبصمات الأصابع وجهاز كمبيوتر مزود ببرنامج خاص لمعالجة البيانات. ولفت كارنا إلى أن حوالي 80% من النازحين من أوكرانيا يحملون وثائق سفر معهم، موجها الشكر لجميع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني الذين يساعدون الدولة في خدمة اللاجئين من أوكرانيا. أقيم أمس الأحد حفل موسيقي من أجل أوكرانيا، حيث تواجد آلاف المتضامنين مع أوكرانيا، وبثت رسالة فيديو مسجلة مسبقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكر فيها المتضامنون مع أوكرانيا على دعمها وأدان الهجوم الروسي، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على المعتدي. كما ألقى الرئيس النمساوي ألكسندر فاندلبن خطاباً أوضح تأثره بعمق لتجمع الكثير من الناس في الحفل واضطرار أكثر من مليون طفل وشاب للفرار من أوكرانيا، وطالب الرئيس بعدم التفكير فقط في الأشخاص داخل وخارج أوكرانيا، ولكن أيضاً في أولئك الذين يقفون ضد الحرب في روسيا مخاطرين بالسجن لمدة 15 عاماً أو يضطرون إلى الفرار. وقال فاندلبن بثقة: الحرية سوف تعود وسيسود السلام والديمقراطية. أعلن معهد البحوث الاقتصادية النمساوية ويفو أن التضخم في أسعار المواد الغذائية بالنمسا بلغ 22% في فبراير الماضي. وذكرت أحدث تقارير المعهد الصادرة اليوم الاثنين أن التسوق بات مهمة مزعجة في ظل صدمة قفزات الأسعار المتلاحقة، خاصة في مجال السلع الغذائية، مما زاد من الأعباء على المستهلكين وأدى إلى اتساع المعاناة في البحث عن سلع رخيصة. وعزى التقرير ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا، حيث أدى ذلك إلى حدوث اختناقات حادة في سلاسل التوريد، معتبرا أن الوضع الراهن له تأثير ملحوظ على التسوق وتسبب في صعوبات كبيرة لبعض الفئات الفقيرة في تلبية الاحتياجات اليومية. ولفت التقرير أنه ليست هناك نهاية لأزمة ارتفاع التضخم الراهنة. قام موظفو متجر في مركز تسوق شوبينج سيتي سود الشهير في النمسا السفلى باحتجاز عائلة تركية مكونة من الأم وثلاثة أبناء في الجزء الخلفي منه للاشتباه بالسرقة، حيث أنه أثناء خروجهم أطلق الإنذار، وذلك على الرغم من أن الأم قد أظهرت فاتورة شرائها، لكن ركز موظفي المتجر على الابن الأكبر وضغطوا عليه ليعترف بالسرقة قائلين أن هناك تسجيلات لكاميرات الأمن. وأخيرا اتصل الموظفون بالشرطة وأرادوا اصطحاب الطفل إلى المركز، لكن أوضحت الأم أن هذا مجرد شك، لذلك تم تسجيل الشكوى فقط. وقد أوضح الأب أن محامي سيتولى القضية، وأنه يشك أن هذا حدث بسبب تحدث الأسرة التركية مع بعضهم البعض. والجدير بالذكر أنه لا يسمح للموظفين بالتصرف بهذه الطريقة إلا إذا تم القبض على المشتبه به بوضع متلبس. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة السادسة في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.